عودة فيروس كورونا بقوة في موجة ثانية يقال أنها أكثر شراسة من سابقتها. هل ساهمت هذه المعطيات في تعزيز وعي المواطنين بضرورة احترام إجراءات السلامة والتباعد؟ هو موضوعنا لعدد اليوم من صريح جدا، والذي يأتيكم من ولاية برج بوعريريج لنتابع. فيما يخص الموجة الثانية تاع كورونا هذه اللي راهي تعيشها الجزائر والعالم، هل تشوف فيه تشكل نوع من الوعي لدى المواطن بضرورة استعمال والالتزام بالإجراءات الوقاية والسلامة مقارنة بالموجة الأولى؟ أنا واش غادي نشوف في الموجة الثانية هذه هو أنه الوعي نتاع الناس والوعي نتاع الشعب راه ولا أكثر من الأولى. أنا على حساب واش راني مرماكي في لا دوزيام هذه هو انه كاين وعي كبير، بصح هذا التزايد هذا نتاع العدد نتاع الاصابات هذا اللي ماناش عارفينه اكزاكت وين راه، ماناش فاهمينه دوك اكزاكت وين راه. نعطيك مثال يعني في الموجه الثانيه هذه انه الناس ولا تعرف تدير الاحتياطات نتاعها من ناحيه التعقيم، من ناحيه هذو لي بافات، من ناحيه التباعد، من ناحيه حنا المرض، حنا اللي رانا نجيبوا المرض لانفسنا، ماناش محترمين انفسنا. تشوف المواطنين بلي ماهمش معترفين سورتو الشباب، ما عندهم حاجه، ما عندهم كذا، ماهوش داير كمامه، ماهوش داير كذا، يقول لك تجي تقول لا يعني الشباب تحديدا مو زعما ما يشوفوش لوالديهم، ما عندوش خبر. قال لك انا قالوها لي ليا، قال لي انا عندي مناعه، عندي المناعه يجي. قلت له انت بني جيبها لي ليا، ولكن ربي باقي يستر ان شاء الله وربي يهز علينا هذا الوباء هذا. ملتزم بالاجراءات بالبافيات كيما نقولوا النظافه في كلش، تباعد في العمل، تباعد كل واحد يقوم في براسه نقولوا في الخدمه تاعو ما يقربش الزملاء تاعو. احنا في الدار يا واش راح نقول لك، احنا شوف رانا في الدار رانا كامل اللي يخرجوا يدير البافيات المعقم التعقيم يعني رانا دايرينه، وان شاء الله ربي يبعد علينا هذا الوباء ونوليو كيما بكري الحياه القديمه تاع بكري. راهي الدنيا سماطت لنا، راهي الناس مازالت مستهزيه، مازالت تقول بلي ما كاش كورونا، يوم مرض ما يروحش الطبيب يقول لك عندي غريب. بصح انا عندي حالات، عندي حالات تاع كورونا، نروح نشوف الطبيب ندير ليزاناليز تاعي. الناس ما تداويش، ما تروحش، يقول لك يختلطوا. هو كاين اختلاط بين الانفلونزا وبين الكورونا هذا، وعندهم نفس الاعراض. الناس تقول لك هذا ما عنديش، عندي قريب خفيفه ويتعقب، بصح يقدر هو راه هزها ويمشي بها، يقدر يعدي بويو، يقدر يعدي مو. اصبحنا نرى ان الوعي ما كانش عند المواطن، خاصه ان في ولايه برج بوعريريج منهم من يرى الوضع كانه عادي، ومنهم من يرى انه خطير جدا. ولهذا نرى ان الشعب ما عندوش وعي، خلاص ما كانش وعي خلاص. الموجه هذه زادت وعاتنا مليح. الموجه طلع عقبنا الاولى هذيك، عقبناها درنا الاجراءات ومن بعد شغل رخفنا شويه، ودرك الموجه هذه الثانيه بدينا نتوعوا وتوعل يعني توعينا وكل ان شاء الله. راك تشوف الناس هي دايره الكمامات حاجه قليله لي، والحمد لله يعني ان شاء الله ربي بعدها علينا. وراي فريسكو كره مديرين الكمامه، الناس راهي تخلي التباعد الاجتماعي حتى في الاماكن تاع التجاره، يعني الناس توعات خير من الخطره الاولى. باسكو ليه الخطر الاولى ما تعرفش ما فاقش بها. لازم معاهم التزيارة يا خلاص، اللي يحترم اللهم بك، اللي ما يحترمش التزيارة معاه. يسمى دورات رقابية راهم يراقبوا. كاين نعم، راه الكونترول بزاف يدور لهنا، يدخل يشوف يفيريفي، وفي حقه هو يفيريفي ثاني. يعني هنا على مستوى ولاية برج بوعريريج يعني راه تقريبا ما نقولوش انضباطهم، ولكن الناس توعات مليح، لأنها شافت في المرة الأولى وسرى. وعدد الوفيات ويعني والمستشفيات اللي كانت في هذيك المرحله كانت يعني فيها عدد كبير من المرضى، يعني دوك تدريجيا الناس ولات ولفت الكمامه. انا كما كنت الكمامه كانت تخيقني، دوك ولات لازمني الكمامه كي نجي نخرج من الدار، ولات كلا سنتير سيكيورتي تاع الطوموبيل لازم نديرها. فيما يخص اجراءات التباعد واجراءات الوقايه الشخصيه من فيروس كورونا، يعني تشوف باللي ممكن كاين وعي جديد لدى المواطنين تشكل باعتبار كانت عندنا تجربه في الموجه الاولى. دريال مو خويا كيما رانا نشوفوا لهنا في ولايتنا، خاصه ولايه بالاخص مدينه برج بوعريريج، رانا نلاحظوا باللي المواطن البرايجي ولا عنده وعي، بيسك حس باللي كاينه خطوره صح، وامن باللي هذا المرض كاين صح،
كما راك تلاحظ لهنا راك في وسط المدينه باللي تقدر تقول باللي 90% من المواطنين راهم بلا بافيت وكاين تباعد اجتماعي دركا شويه. راني محترم باسكو عندي مام رضا بوي ما نقدرش تما نديها لدارنا تما انايا تقيسني انا ما يصرالي والو ومن بعد نديها لمام رضا. تما انا واش راح نقول لك راني محترم التباعد خويا العزيز خدام داير البافيت عندي المعقم كي ندخل للدار نعقم روحي مليح ندوش كي نشوف حاجه هكذا هذيك. واش راح نقول لك خويا انا كمواطن جزائري راني محترم كل الشروط تاع الوقايه تاع كورونا.